إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب موت الصليب، بذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب، رب لمجد الله الآب من السماء، من السماء جاء. فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. الشاهد ده وشواهد تانية كتير في العهد القديم بتكلمنا عن رجاء منتظر لشعب إسرائيل. بس هل كان اليهود في العهد القديم فاهمين أن الرجاء المنتظر هو تجسد الله ذاته؟ ده اللي هنجاوب عليه في حلقة النهاردة. من السماء جاء أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج من السماء جاء. في إشعياء 40-30 بنقرأ الكلمات دي: الغلمان يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. أهلا بيك يا مرحبا. أهلا بيك يا ديفيد. اتكلمنا كتير عن الإعداد للتجسد في العهد القديم والإشارات للتجسد، تعالى نتكلم دلوقتي مع بعض عن فكرة انتظار الرب والرجاء في العهد القديم. طبعا السؤال جميل، لأنه احنا بنشوف كتير فكرة منتظر الرب زي اللي انت قريتها، فالسؤال هو كانوا بينتظروا ايه؟ ايه الحاجة اللي كانوا بينتظروها؟ والحقيقة عندنا أماكن كتير في العهد القديم بتقول أنه كانوا بينتظروا أمر جديد. بنقرأ في أرميا 31 أنه الشعب كان منتظر العهد الجديد. بنقرأ في مزمور 40 ومزامير تانية طبعا أنه الشعب بيغني أغنية جديدة، أو عايزين يصرخوا للرب عشان يعطيهم أغنية جديدة. حزقيال 36 بنقرأ أنه الرب بيقول أنا هعطي قلب جديد وهعطي روح جديد وسط شعبي. أشعياء 65 بنقرأ أنه الرب هيأتي بسماء جديدة وأرض جديدة. لكن كمان في مزمور 96 بنقرأ أنه الله نفسه هيجي علشان يرتب الفوضى اللي موجودة، علشان يخلق أمر جديد بنفسه. طيب في ناس كانت بتكلمنا في وقت من الأوقات أنه الكتاب بيتحرك في العهد القديم في 5 دوائر للأوسع، تعالى نحكي في الفكرة دي كمان مع بعض. في فكرة أنه الله يعمل أمور جديدة من في دوائر مختلفة. بالظبط. طبعا فمثلا بنقرأ أنه الله يعمل أمر جديد في دائرة الكون، شبه اللي كنا بنقوله أنه هيعمل سماء جديدة وأرض جديدة. بس كمان بنقرأ في الدائرة الأضيق شوية الأمم، أنه الله هيسترد بعض الأمم، أمم زي مصر وأشور اللي دايما في العهد القديم رمز للعبودية ورمز للصراع مع شعب الله. الأمم دي نفسها هتيجي تعبد الرب زي اللي بنقراه في أشعياء 19 مثلا. وكمان في الدائرة الأضيق بنلاقي أنه الله هيصنع عهد جديد مع شعبه في أرميا 31.
لكن كمان بنقرأ إنه الله هيرسل معد للطريق الجديد دوت. فبنقرأ مثلا في ملاخي 4 إن الله هيرسل إيليا أو شخص بروح إيليا، طبعا دي إشارة ليوحنا المعمدان، اللي هيجي علشان يعد طريق الرب نفسه. ودي قمة بقى الدوائر الخمس، إنه الرب نفسه هيجي بنفسه علشان يملك ويصنع العهد الجديد ويتمم كل انتظار شعب الله. فمنتظر الرب في الحقيقة هم منتظرين كل الحاجات الجديدة دي، لكن منتظرين الرب نفسه يجي يبقى هو الملك وسطهم. جميل. بما أنك اتكلمت عن إيليا وإحنا بنشوف المشهد اللي بيترسم قصادنا في العهد الجديد، أنه الشعب ما أدركش أنه إيليا هو يوحنا المعمدان ورفضوا بشارة يوحنا. خليني أسألك السؤال، الشعب في الوقت ده كان بينتظر المسيح، هل كان عندهم توقع للتجسد زي ما بنتكلم عليه؟ بمعنى آخر، هل كانوا بيتوقعوا أن المسيح ده في حد ذاته هيكون هو الله؟ طبعا البعض أنكر أنه في أي بزار حقيقية للعقيدة المسيحية بتاعت التجسد في العهد القديم. ناس من دول مثلا قالوا ممكن تشوف ظهورات لغة التشبيه أو التأنس اللي اتكلمنا عنها، لكن مفيش حاجة بتقول في العهد القديم إنه المسيح مش بس هيبقى إنسان لكن كان هيبقى الله. أصحاب الفكر ده بيقولوا إنه مفيش يهودي كان عنده أي توقع إنه الله نفسه ياخد طبيعة بشرية ويتجسد. يعني إحنا لما بنبص على بعض الشواهد في الكتاب أعتقد إن هي بتخالف الفكر ده. زي ما نبص مثلا على مزمور 45 اللي هو مثل صارخ بيكلمني بالطريقة دي، لما بيقول لي فضى قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، بعدين ينقلني النقلة دي، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد. وبعدين ينقلني نقلة تاني كمان في آية 6 ويقول لي كده، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. طبعا الشاهد ده جميل، عشان كده أنا معترض مع الجماعة الأولينيين اللي قالوا مفيش أي بزار لفكرة التجسد، تمام؟ لأنه واضح أنه الكلام هنا موجه للملك، متكلم أنا بإنشائي للملك، فواضح أنه ده الحد اللي هيجلس على كرسي داود أو الحد اللي هيملك بعد داود. لكن في نفس الوقت بيوجهوا له المرنمين في الترنيمة دي اسم من أسماء الله أو لقب الله نفسه، بيقول كرسيك يا الله. فأكتر من مكان في العهد القديم في إشارة أنه المسيح مش بس هيبقى إنسان لكن هيلقب بلقب إلهي، أنه هيبقى هو نفسه الله اللي هيجي يملك علينا. مش بس كده كمان، خلينا أكمل عليك أنه في عبرانيين 1 اللي خلاني أذكر الشاهد ده، أنه في عبرانيين 1 لما ذكر كلام عن المسيح وبيقارنه زي ما احنا عارفين في رسالة العبرانيين بأكثر من مشهد آخر، بيقتبس اقتباس مباشر من المزمور ده ويجيب الآيات بتاعت كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. نفس طبعًا الآيات بالظبط. طبعا نفس الآيات مطبقة على شخص يسوع المسيح. عشان كده يعني أنا متوقع كده أي يهودي بيروح للآيات دي هيبقى متحير جدا، إزاي نقول على الملك اللي هيملك علينا الله؟ ملهاش حل، يعني فعلا قضية محيرة جدا. إزاي هتنسب اسم الله للملك بتاعك وانت بترنم المزمور ده وتسبح بيه كل يوم؟ صح؟ صح. وده خليني أروح معاك لفكرة تاني، لو أنا بسأل نفسي السؤال هم كانوا بيشوفوا ده إزاي فعليا بقى، تعال نحكي مع بعض، المفسرين اليهود كانوا بيبصوا على المزمور ده إزاي؟ عايز ألفت انتباهك يا ديفيد إنه التلاميذ كانوا مفسرين يهود، وكتبة الوحي كانوا معظمهم من خلفية يهودية. فلما نقرأ حد زي كاتب العبرانيين بيقول إن أنا فاهم المزمور دوت بيتكلم عن المسيح، ده كلام عن مفسر يهودي أو حد فهم من شعب الله في العهد القديم، إن المزمور ده ملوش حل غير الكلام عن إن الله نفسه هو نفسه الملك اللي بيتقدم لي المزمور دوت. بس عايز أقولك إنه واحد من الأماكن اللي بنلاقي فيها اليهود اللي لسه يهود مش بس أمنوا بالمسيح إن هو جه في شخص يسوع المسيح، بنقرأ ده في الجوش ستادي بايبل أو الكتاب المقدس الدراسي بتاع اليهود اللي هو كتاب مقدس وفي بعض التعليقات الدراسية. بيتقال فيه كده، بيتقال إنه ربما يشير هذا العدد لكون الملك الذي يتحدث عنه المزمور هو ملك إلهي. فإحنا عندنا بعض التلميحات حتى من عند اليهود بسبب إنه الآية دي محيرة، إنه شكل الملك اللي هيملك علينا دوت هو مش بس إنسان عادي لكن هو ملك إلهي.
أنا عايز أذكر كمان إن إحنا لازم ناخد بالنا من السياق التاريخي بتاع المشهد ده، لأن بنبص في صموئيل التاني 7 بنلاقي الله بيتكلم عن اللي هيبني الهيكل واللي هيبني له بيت ممتد على الأرض، بيقول أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. أيوة جميل يا دي. ممكن تقرأ لنا طيب الآيات نفسها في صموئيل التاني 7 زي ما أنت قلت عدد 13 و 14 بالتحديد. داود بيطلب من الله أنه يبني ليه بيت أو هيكل، لأنه الوقت دوت كان فيه استقرار في المملكة، وكان داود عايش في قصر والرب لسه المكان العبادة بتاعه الخيمة بتاعة الاجتماع. فداود بيقول له يا رب احنا عايزين نبني ليك بيت، فده كان رد الرب عليه. ممكن تقرأنا بيقول كده الشاهد في صموئيل الثاني 7:13، هو يبني بيتا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. تمام. فالله بيقول لداود لو قرينا كمان أكتر في النص دوت أنه أنا هعمل لك بيت، وأنه ابنك اللي هيجي من نسلك اللي أنا هقيم ليه بيت أو هقيم كرسي ملكي ليه للأبد هيدعوني أبي وأنا هدعوه ابني. بقيت الحتة اللي أنت قريتها إن تعوج أنا أؤدبه بتقول لنا أنه في كلام عن سليمان، في إشارة مبدئية هتتحقق في التاريخ أنه الكلام ده هيتحقق في سليمان ابن داود. لكن في نفس الوقت احنا عارفين أنه المسيا واحدة من ألقابه ابن الله، لأنه الله في النص ده قال أنه ابن داود اللي هيجلس على الكرسي بتاعه هيدعوني أبي. تمام؟ فعشان كده لو خدنا الفكرة دي على مزمور 45 هنقول السياق بيتكلم عن سليمان كملك، لكن هنيجي عند فكرة كرسيك يا الله هنقول بس سليمان مش الله، ما ينفعش يتقال له كرسيك يا الله. ففي حاجة حتى أبعد من السياق التاريخي اللي اتقال فيه المزمور بتشاور على أنه الله هو نفسه اللي هيملك، أن ابن داود هو نفسه اللي هيتجسد ويبقى هو الملك. ده ياخدنا الفكرة في تعاملنا مع نصوص العهد القديم بشكل عام، أن احنا علينا أن احنا نحترم سياق الكلام وفي نفس الوقت نقول الإشارات الواضحة جدا اللي لا يمكن إنكارها في بعض الشواهد للمسيح المنتظر. جميل يا ديفيد. بص أنا هضيف حاجة سريعة كده، لأن احنا قلنا كلمة ابن الله، فأنا عايز أقول إنه الكلمة دي بالتحديد بتيجي بأكتر من معنى في كل الكتاب المقدس، وإحنا قلنا واحدة من المعاني بتاعتها في صموئيل الثاني 7، واضح إنه كلمة ابن الله مرتبطة في ذهن اليهودي بإيه؟ بالملك الداودي، الملك اللي هيجي من نسل داود علشان يملك للأبد. تمام؟ واحدة من المعاني التانية بنلاقيها لما نربط هوشع 11:1 بمتى 2:15، وهنحاول نعمل كده في واحدة من المناقشات بتاعتنا، لكن الربط دوت بيقول لنا أنه ابن الله واحدة من معانيها أنه إسرائيل الجديد، لأنه إسرائيل في العهد القديم كان الابن البكر، الله قال إسرائيل ده ابني، فالمسيح هو إسرائيل الجديد. وطبعا المعنى المهم جدا اللي العهد الجديد بيلقي عليه ضوء بوضوح فكرة أنه ابن الله هو الله نفسه، الله الابن، الأقنوم الثاني في الثالوث الإله الواحد. فلما نقرأ الكتاب ونلاقي ابن الله لازم نشوف السياق بيشاور لنا على أنهي تركيز من الثلاثة دول. تعليق جميل يا مارك. بما أن احنا اتكلمنا عن مزمور 45 تعالى نعبد مع بعض باستخدام كلمات المزمور ده. أمين. من السماء جاء قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني ينطق بأحلى الكلمات، أدخل أنا لمحضر الملك، أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكب فيض النعمة شفتيك، كرسيك أنت يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وكرهت الإثم، أحمدك الشعوب إلى الأبد، من أجل ذلك قد
كما فيض النعمة على شفتيك كرسيك أنت يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامتي قضيب ملكك قضيب استقامة قضيب ملكك. من السماء جاء مزمور تاني من المزامير الشهيرة اللي بتقتبس كثيرا جدا للتعبير عن الموضوع ده، والمسيح نفسه اقتبس منها، هو مزمور 110. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. تشوف المزمور ده ازاي يا مارك؟ طبعا المزمور زي ما انت قلت ملوش حل إلا أنه يبقى تطبيقه على المسيح. إزاي ابن داود اللي احنا اتكلمنا عنه أنه الرب وعد أنه الابن ده هيجلس على كرسي داود للأبد وهيدعو الله أبي، إزاي داود يقول عنه أنه هو ربي؟ دي الطريقة المسيح استخدم بيها المزمور، كيف يكون ابن داود وفي نفس الوقت يبقى رب داود. فلو المسيح مش هيبقى في نفس الوقت هو الله، المزمور ده مش هيبقى ليه معنى، أو داود هيبقى غلط انه قال انه اللي هيجلس على الكرسي بتاعه هو ربي الشخصي. وزي ما انت قلت، عارف البعض حاول يعد المرات اللي جه فيها المزمور ده في العهد الجديد، حوالي 22 مره، يعتبر اكتر مزمور تم اقتباسه في كل العهد الجديد، اللي هو مزمور 110 بالذات، قال الرب لربي. مزمور تاني برضو واضح، بما ان احنا مكملين في سكه المزامير دي، مزمور 2 اللي بيتكلم عن مسيح الرب وقبلوا الابن. تمام تمام، فكره قبلوا الابن فكره مرعبه، بس فكر المزمور ده بيبدا بايه؟ انه لماذا ارتجت الامم تفكر الشعوب الباطل، قام ملوك الارض تامروا على تامر الرؤساء على الرب وعلى مسيحه زي ما انت قلت. وفي نفس الوقت بيقول انه الله عايز كل الامم تخضع للابن. تمام، فده يبقى غريب جدا لو هو بيقول ان انا عايز كل الامم تخضع لابن بشري. واضح انه في تعبير هنا عن انه الابن دوت الهي، والغضب هو مش بس غضب انسان عادي قبله الابن لئلا يغضب فتبيده من الطريق، لا، ده غضب الدينونه الالهيه في حاله ان انت بتتمرد وتستمر في التمرد على الله الابن نفسه. تمام، فطبعا مره تاني في سياق تاريخي ممكن حد يقول الابن ده هو الابن اللي جاي من نسل داود، لكن في نفس الوقت نقدر نشوف البعد انه المسيح ده هيبقى الهي بالكامل، فان انت تعادي هو ان انت تعادي الله نفسه. تمام، طب هل بما ان احنا اتكلمنا كتير عن المزامير، خلينا نخرج بره دايره المزامير ونسال نفسنا، هل في اشارات اخرى بهذا الوضوح موجوده في العهد القديم عن المسيح المنتظر بهذا الشكل؟ طبعا في اماكن تاني ازعم اقول كتير، بس خلينا ناخد مثل واحد كمان في ميخا 5:2. أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. تمام، فهنا بيقول أنه من بيت لحم هيخرج حد مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. فيبدو أنه هنا في إشارة أنه الحد اللي هيبقى قاضي في إسرائيل، قاضي لشعب الله، هيبقى أزلي. تمام، والحقيقة متى نفسه في بشارة متى في صحاح 2:5-6 بيقتبس نفس الفكرة دي عن الميلاد بتاع المسيح. أقرأ معاك آخر شاهد، أو ممكن أطلب منك تقرأنا ملاخي، أقرأنا أول 2 أو 3 من إصحاح 3 في ملاخي 3. ملاخي 3: هأنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بختة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تسرون به، هوذا يأتي قال رب الجنود، من يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره. تمام، خدت بالك هنا مين اللي جاي؟ الملك المسيح. الملك المسيح، وبيقول عنه ملاكي. تمام تمام، وبيقول عنه إن السيد نفسه هو اللي هيجي لهيكله، وقبل ما يجي هيبقى في معد الطريق اللي اتكلمنا عنه اللي هو يوحنا. تمام، وطبعا المشهد دوت لو اي حد مذاكر العهد الجديد يعرف المشهد ده بيشاور على المسيح اللي يوحنا جه يعد ليه الطريق، وهو راح لفين؟ للهيكل. في انجيل يوحنا بنقرا على طول في صحاح 2 انه السيد جه للهيكل بتاعه، وجه عشان يعمل ايه؟ ينقيه. فاكر لما المسيح نقى الهيكل
فده برضو نقدر نفهمه في ضوء الرسالة بتاعت ملاخي. لكن مرة تاني يمكن حد يقول دي كلها إشارات بنفهمها بس من العهد الجديد، لكن هتفضل بعض الشواهد زي اللي احنا قرناها في مزمور 45 وفي مزمور 110 ما لهمش حل إلا إنه المسيا الملك هيبقى هو نفسه الله. طيب بما إن احنا مارك اتكلمنا عن ملاخي 3، خليني أسألك سؤال نختم بيه مع بعض يمكن يبدو أصعب شوية. بشوف كتير قوي مشاهد في العهد القديم فيها بيتكلم عن المجيء بتاع المسيا ده في صيغة نار ودينونة، اللي يخليني أفهم المشاهد دي زي ما أنت حكيت في ضوء المجيء الأول والتجسد، مش في ضوء المجيء التاني بتاع الدينونة. الحقيقة كل النبوات زي ما أنت أشرت هتتحقق في المسيح، بس المسيح وضح في العهد الجديد أنه في المجيء الأول هو جه ليخلص، عشان كده بنقرأ أنه ابن الإنسان لم يأتي ليدين العالم بل يخلص العالم. بس في نفس الوقت يوحنا نفسه بيقول لنا على لسان المسيح لدينونة أتيت. فيقصد إيه؟ يقصد أنه هو جه لعالم بالفعل مدان، مش أنه هو هيدينه، لكن هو بالفعل مدان في حالة الخطية، ده في مجيئه الأول تمام؟ لكن هو جه لعالم مدان علشان يخلص خطاه وأشرار من العالم المدان ده. فكل النبوات اللي بتتكلم عن الخلاص اتحققت في المجيء الأول، لكن المجيء التاني طبعا هيبقى فيه اكتمال للخلاص، انها نعطى أجساد ممجدة بلا خطية، اكتمال الخلاص. لكن كل بقى النبوات اللي بتتكلم انه هو هيدين الأشرار، انه كل اللي لم يقبلوا الابن هيبدهم من الطريق وعن قليل يتقد غضب، وكل النبوات دي هتتحقق بالكامل في مجيئه التاني. فالمسيح هو نفسه وضح لنا أنه المجيء الأول الهدف الأساسي منه الخلاص، المجيء التاني اكتمال الخلاص بس كمان دينونة الأعداء بالكامل. طبعا ده مش معناه أنه في المجيء الأول مش بنشوف أي علامة من علامات الدينونة، لأنه في النهاية في الصليب هو أدان رئيس سلطان هذا الهواء، هو أدان إبليس، بدأ الهزيمة بتاعته والهزيمة دي هتكتمل في الآخر. فالمجيء الأول خاص بالخلاص، الخلاص هيكتمل في المجيء التاني، المجيء الأول في بعض إظهارات الدينونة لكن الدينونة هتكتمل في المجيء التاني. شكرا يا مارك. ده يرجعنا للإطار الرئيسي اللي احنا ماشيين فيه طول الوقت، وهي فكرة الملك، إزاي المسيح بيمثل بالنسبة لنا ملك الله المرسل من خلال تجسده على الأرض. ده يخليني أسألك سؤال، هل أنت بتعيش داخل هذا الملك ولا لا؟ هل أنت اختبرت ملك المسيح في حياتك ولا لا؟ واحدة من العلامات اللي بيها تتأكد أن أنت اختبرت ملك المسيح في حياتك هو أن أنت ترجع للشاهد اللي اتكلمنا فيه مع بعض. المسيح بيتقال عنه كده أنه هو أحب البر وأبغض الإثم، والسؤال ده أنا بوجهه ليا ولكل حد بيسمعنا دلوقتي، هو أنت أحببت البر فعليا وأبغضت الإثم ولا أنت لسه بتحب الخطية؟ فالنهاردة أنا بدعيك أنك تنظر للمسيح اللي أحب البر وأبغض الإثم، وعلى مثاله أنت كمان ستصير تحب البر وتبغض الإثم، وبتعيش حياة البر مع المسيح وبتكره الخطية لأنها ضد طبيعة الله. بدعوك النهاردة أنك تقبل المسيح مخلص ومبرر ومنح للتبرير لحياتك بنعمة الله. إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب، رب لمجد الله الآب من السماء، من السماء.